هو المغرب دابا ينتج يعني التمر او على عتبه ان ينتج كميه كبيره. سنعيد الكره في الخضار، المغرب انتج الخضار ولكن وحل ما لقاش فين يسوقها. هل ستتكرر هذه الماساه ديال التمر؟ اظن انهم انتبهوا لها مع هذا جينيراسيون جرين جينيريشن اللي دار المغرب، انتبهوا لها لاننا الان حنا داخلين على الانتاج وانتاج بكميات كبيره. وانا كيف قلت في المحاضره ديالي، الانتاج لا يعني التسويق. التسويق عنده شروطه وعنده مواصفاته، وبالتالي عمليه الحصاد ومن بعد الحصاد مهمه، الممارسه الزراعيه السليمه الخاصه بالمجهول. المجهول ماشي هو اي صنف، المجهول عنده ممارسات ديالو وعنده الاساليب الزراعيه ديالو اللي خاصه به. اذا نفتها جيدا انت ممكن تعطي انتاج جيد، ولكن هذا تخصو نشتغلوا عليه. حنا انا من ملاحظاتي والملاحظات اللي شفت في المهرجانات ديال اللي كانت بها المغرب في ارفودو، هذا حنا انتاجنا باقي بعيد على المستوى اللي هو معروف في المستوى العالمي. باقي ما وصلناش لهذوك المواصفات، ولكن حسب ما تقال لي وحسب ما شفنا مؤخرا بعض المنتجين الكبار ابتدوا يتبعوا المعايير هذه، لانه ما يمكنش حنا ننافسوا في السوق بهذاك التمر ديالنا الاسلوب اللي حنا تنتجوا به، ما يمكنش ننافسوا في السوق. واحد المفارقه اللي سمحت لي يا استاذ، وهو ان تونس يعني دوله صغيره انتاجها لا يمثل يعني نسبه كبرى في العالم، ولكن العائد المالي الذي تحصل عليه تونس من خلال تصدير التمور ديالها يعتبر هو الاعلى على المستوى العالمي. يعني كيف تفسر يعني شنو الوصفه اللي عند تونس؟ تونس وصفتهم بسيطه جدا. تونس ماشي ناس عندهم مزارع كبيره، مزارع كلها تقريبا صغيره. تونس في الممارسات الزراعيه اللي تيديروا كثير فيهم عندهم الممارسات الزراعيه التقليديه. تونس عندهم التنظيم، منظمين تنظيم القطاع، منظمين القطاع ديالهم بواحد الشكل جيد جدا. وانا بالحقيقه في الناس اللي اشتغلت معاهم في السعوديه، في ناميبيا، في غيرها، دائما تندي الناس يزوروا باش تشوف بانها القضيه ماشي قضيه امكانيات ماديه، ولكن هي قضيه تنظيم. التوانسه من قضيه حكامه وحكامه، وعندهم هذاك السيكتور ديالهم القطاع ديال التمور منظمين، عندهم اللي تسموه هما لو جيد، لو غروبمون انتر بروفيسيونيل دو دات، اللي مدخلين فيه جميع المكونات ديال سلسله القيمه ديال التمور، فيها المنتجين، فيها المسوق، فيها الناس اللي تيديروا ديال التعليب وكذا الى اخره، ومرتبين امورهم. هو قضيه تنظيم وحكامه اكثر منها اي شيء.